محمود علاء من الجانب المغربي يغيب ابرز غياب طبعا الحارس انيس زنيتي ويعود محمد بوعميره 32 عام. ضربه البدايه ياتيها السنغال، ترجع كره احمد عيد يخسرها، هجمه مرتده لفريق الرجاء وامكانيه التصويب لكن الكره كانت بجانب الحارس محمد ابو جبل. محاولة رجوية ممتازة، 20 هدف، كرة مغربية، بدر بانون بالراس مرة أخرى، خطورة قوية للنجوم المغربية على مستوى الكرات الهوائية. محمد أبو جمال يلعب بسرعة باتجاه مصطفى محمد، عبد الله جمعة على اليسار، أحمد عيد على اليمين، وهذه كرة بظهر محمود علاء يطالب بضربة جزاء. يسار سفيان الرحيم يطلب كرة من مانونجو، وكرة مغربية رجوية، عرضية طويلة وتعدي على الكل أشرف بن شرقي. ترجع الكرة مغربية، سرعة استرجاع الكرة من الجانب الرجاوي واضحة جلية في بداية هذه المباراة، والتدرج الرائع بالكرة مرة أخرى، عودة لمحسن متولي، متولي مسافة بعيدة، كرة دقيقة كادت أن تأتي بأكثر حقيقة، لكن محسن متولي أمام الكرة، خطير الرجاء في الكرات الهوائية، متولي يوزع والخطورة والتصويب جول. اشرف بن شرقي امامه عبد الاله مذكور، محمود علي اخراج الكره بسرعه طويله من اسلام جابر بالراس، واحمد زيزو، ومره اخرى عبد الله جمعه يوزع في القائم الثاني، وفرجاني التصويب والدفاع يرد ويصد، الصد والرد مرة أخرى، فرجاني جول يا فرجاني في قطع الكيلومترات وإرجاع الكرة لنادي الزمالك إسلام جابر، ويعدي بامتياز الزيزو يوزع وبالراس جول. فانا مصطفى محمد الزمالك في الدور النهائي، شوف فنيات ساسي، وكرة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، وفيها جول الهدف الرابع، جول على طريقة رونالدو، زيزو فرجاني عدي ويعطي كرة وحده ايقاف زمان للأمانة. شوط ثاني ممتع للفريق في هذه اللحظة، يعلن رسميا الحكم السنغالي ماجد الدياعي على تأهل الزمالك إلى الدور النهائي لمواجهة الأهلي المصري يوم 27 نوفمبر القادم بإذن الله. ألف مبروك لعشاق نادي الزمالك، حظ